نتقلب قبل ما نتقلب تكليف لك تكليف لك قبل منه؟ مليح؟ اه هاي هيك ريحة شو مو ريحة؟ والله الريحة واخد الريحة تم استيراد شحنة قمح على مستوى ولاية وهران دونك في ميناء ولاية وهران كانت بمحمول حوالي 27 ألف طن من قمح لين من مصدر فرنسي. إذن في وأثناء مرحلة تفريغ هذه الحمولة دونك تفريغ الحمولة الأولى والتي كانت موجهة لمخازن تعاونية الحبوب على مستوى بعض الولايات وخاصة ولاية الغرب، اتضح على مستوى ولاية سعيدة هذا في يوم 10 جوان اتضح على مستوى سعيدة باللي كيفرغوا المحمول هذا القمح هذا ظهر كانت جثة حيوان اللي خرجت من الشاحنة هذه. الإجراءات اللي خديناها فورا إذن سواء على مستوى التعاونية اللي درنا سوسيلي دابور هاد الكمية هذه اللي تتجاوز 600 طن وخدينا الإجراءات مع كل المعنيين المختصين سواء كانوا على مصالح التجارة أو مصالح مراقبة الصحة النباتية بالإضافة إلى مراقبي الديوان الوطني للحبوب حتى مع أسلاك الأمن.